من أبرز بقى القضايا المحلية اللي دلوقتي عايزة أتوقف فيها مع حضراتكم هي يعني الخطط والمجهودات اللي بتقوم بيها وزارة الإسكان، خصوصا في اليومين اللي فاتوا، لأنه تم طرح عدد من الوحدات في مشروع عصفور الجنة ده في منطقة 6 أكتوبر. عدد الوحدات هي 127 وحدة جاهزة للتسليم، متشطبة بالكامل مع مرافق وتسهيلات وطرق مختلفة للسداد. الحقيقة ناس كتير بتدور على التفاصيل زي مساحات الوحدات، طرق التقديم وغيرها. كل دي معلومات بتهم الناس ويهمنا ان احنا نجاوب عليها مع حضراتكم. معانا المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذة، مساء الخير لحضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقه كل التفاصيل دي الناس عايزه تعرف اكتر، التقديم ازاي، التفاصيل المتعلقه بالوحدات، طرق السداد والدفع. حضرتك بقى تعرفنا الصوره الكامله. تمام يا فندم. اولا طبعا انا في بدايه اللقاء بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج واسره قناه المحور على المداخله دي، واللي طبعا دي بتاكد حرصكم على ان انتوا يعني بترصدوا الانجازات الدايمه اللي في ربوع مصر كلها الحقيقه في الفتره دي. طبعا كل تاكيد. واللي بتتم طبعا يعني بفضل المولى عز وجل وتوجيهات القياده السياسيه. والحقيقه ما ما نقدرش ننكر ان في انجازات حقيقيه موجوده في شتى المجالات. وعلى مستوى وزارة الإسكان طبعا بنخص الدعم الكامل من معالي الوزير دكتور عاصم الجزار والست لواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير. لو حبينا نتكلم بخصوص الوحدات اللي معروضة من خلال الجهاز بالظبط، الحقيقة حابب أوضح لحضرتك حاجة وللسادة المشاهدين، إن احنا الجهاز مش أول مرة بيطرح وحدات سكنيه لاخواننا المواطنين باسعار تنافسيه. ويمكن ده اللي شد الناس في الاعلام بتاعنا. اهم حاجه ان الوحده تكون وحده لائقه بالمواطن بتاعنا، والجهاز بالفعل كان نفذ المرحله الاولى في نفس المشروع ده وانتهت في 30/6 اللي فات. باجمالي 133 وحده سكنيه، والحمد لله تقريبا تم تسويقهم بالكامل، والحقيقه انا لاحظت فيها اقبال غير عادي من الاخوه المواطنين. لان الاسعار كانت تنافسيه بجد، يعني لو اتقارنت باي اسعار، لا احنا اسعارنا اسعار تنافسيه حقيقي يعني. طب الاسعار ايه بقى؟ هل هي في مستوى الشخص المتوسط المواطن البسيط؟ هي في مستوى الشخص المتوسط. والحقيقه لما نزلنا برضو المرحله الثانيه دي احنا ما زودناش على المواطن يعني مبلغ كبير، بالعكس احنا كل اللي ضفناه هو تكلفه فرق سعر الخامات. لان الجهاز مش بنهدف للربح حضرتك. هو في الاخر انت بتحاول التكلفه تقدم. يعني بالظبط كده، انت بتقدم خدمه محترمه للمواطن عشان يبقى عنده رضا عن الاداء الحكومي. يعني هو ما يعني لازم يبقى المواطن برضو بنسبه كبيره عنده رضا. لو طيب اللي بيسمعنا دلوقتي وعايز يقدم، اجراءات التقديم ازاي؟ والله بص حضرتك، اجراءات التقديم يعني هو بس احنا حابب بعد اذنك نوضح للمشاهدين ان احنا عندنا في مساحات مختلفه. وطبعا الاسعار ريلاتيف للمساحات بتتغير بالتبعيه مع المساحات. بالظبط كده، والتميز الوحده يعني الدور الارضي غير الادوار المتكرره غير البحري غير الشرقي غير الكلام ده كله. اجراءات التقديم طبيعي جدا ان المواطن بيتواصل معانا على الارقام اللي موجوده في الاعلام بتاعنا، بيروح يعاين الموقع الاول، المعاينه متاحه على مدار الاسبوع عدا الجمعه. بعد ما بيعينوا بيختاروا واحدة أو اتنين أو تلاتة عشان خاطر طبعا التقديم بالأسبقية. يعني ممكن يجي يقدم يلاقي الوحدة دي مواطن آخر سبقه وحجزها، يعني دفع المقدم بتاعها. إحنا أول إجراء بعد المعاينة بيشرفنا في الجهاز، الجهاز بتاعنا مقره في حلوان يوم 24/7 بيشتري كراسة الشروط. كراسة الشروط ب 305 جنيه، ده رقم بسيط جدا. واعتبارا من يوم 31/7 يعني بعدها باسبوع بيتقدم بقى المواطن للجهاز عشان يبدا يسدد. الشروط الماليه بتاعتنا واضحه تماما حتى في الاعلان، احنا بنعمل 10% جديه حجز، 15% دفعه تخصيص اللي هو دي معناها ان حضرتك الوحده كده اتخصصت لك. ودي بتبقى خلال اسبوع من تاريخ الحجز.
و25% دي خلال شهرين من تاريخ جدية الحجز. بعد ما بيدفع ال 25% التانية بنقول له اتفضل حضرتك عشان تستلم الوحدة بتاعتك كاملة التشطيب والمرافق. بياخد جوابات بقى تركيب المياه والعداد الكهرباء باسمه وما إلى ذلك، وبيخلص إجراءاته. بيتبقى عندنا حاجة، احنا كده بنتكلم يعني حضرتك بصفة عامة للراجل اللي جاي عن الإجراءات العامة. المتوسط بالظبط حضرتك اللي هو متوسط الدخل اللي جاي هيشتغل بنظام التقسيط. طب معلش برضو حاجة، اديني مثال عن الأسعار كده مثلا في وحدة أيا كان المساحة ايه. والله هقول لحضرتك الأسعار بمنتهى يعني الوضوح. الأسعار عندنا يعني أنا مش عايز أقول إن هي يعني، أنا قلت في بداية الكلام إن الأسعار رخيصة رخيصة جدا، بس يعني تقدري تقولي إن أنت بتتكلمي في 413 ألف لغاية 493 ألف. من 413 ل 493 93 ده في مساحات قد إيه؟ المساحات بقى بتتراوح من 72 متر ل 137 من متر، 72 ل 137. يعني في 72 وفي 76 وفي 81 وفي 137 متر، دي سعرها طبعا اعلى من الرقم ده لان هي بتعادل شقتين تقريبا. هي كده تناسب يعني احتياجات مختلفه، في ال 72 بالظبط دي لشخص كده واحد مثلا او اسره صغيره تمام. قوي، وفي الاكبر من كده حسب. بتفق مع حضرتك لان انت عندك ال 137 متر بتختلف عن المساحات الاخرى. يعني عندك ال 137 متر دي عباره عن 3 اوض وصاله واثنين حمام وطبعا مطبخ، انما التراديشنال اللي هو المساحات العاديه اللي هي من السبعينات لغايه ال 80 متر دي حضرتك عباره عن اوضتين وصاله ومطبخ وحمام. ومستوى التشطيب بتاعها هو مستوى محترم فعلا يليق بالمواطن. المبلغ ده شامل التشطيب؟ يا فندم شامل التشطيب. وعندي بعض الوحدات اسعارها اقل من كده ما زالت موجوده يقدر المواطن يتعامل عليها، بتتراوح ما بين 320 و 398. طب تسهيلات الدفع بقى ايه؟ تسهيلات الدفع احنا اتفقنا يعني بدأ ذي بدء ان اللي هيجي يشتري لو ربنا ميسر معاه الحال حضرتك بيجي بيتعاقد على الوحده. لو احنا افترض ان في واحد امكانياته يشتري الوحده كاش، الجهاز بيقدم له بنفيت، البنفيت ده خصم 3%. ده لو هيدفع كل المبلغ كاش. بالظبط كده. لو هيقسط احنا قلنا التقسيط احنا وصلنا مع بعض لغايه ال 50% الاولانيه من ثمن الوحده واستلم شقته. قدامه حل من اتنين، يا هيقسط يا هيدفع ال 50% الباقيه خلال 3 شهور وفي الحاله دي هياخد عليها 3% برضه خصم، تمام كده؟ ماشي. يا اما هيقسط على 5 سنين او 10 سنين او 15 سنه. الفوائد قد ايه بقى على لو على السنين؟ استشهادي فايده 7%. 7%. الفايده دي طبعا قليله جدا ومعقوله جدا ومتناسبه جدا بالنسبه للمواطن. هي اقل طبعا من اي حاجه عقاريه او اي حاجه بتطرح في الشركات مستحيل الخاصه نقدر يعني. نقارنها باي حاجه عقاريه طبعا. بالظبط انا بحييك على تعليقك يعني. طيب شكرا لحضرتك. والاجزاء الاولى بقى اللي هي ال 10% قيمه الوحده الجديه وال 15 في كل ده العشرة بيتخصم من الثمن النهائي صح كده؟ طبعا طبعا يا فندم طبعا ما بيروحش طبعا. عليهم في اي حال. لا 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 خالص، هو ال 50% الاولانيه هو بيوصل معايا 50% بيستلم وحدته. بيستلم وحدته بجواب ميه وجواب الكهرباء يركب عداده والوحده بقت مملوكه دي. طيب وبيكمل التقسيط معانا شهري قسط شهري، ما بناخدش بقى لا ربع سنوي ولا نصف سنوي ولا دفعه استلام ولا الكلام ده كام خالص. تقريبا برضو يعني مثلا لو هيعمل على 5 سنين بيبقى ما كام هي في الشهر؟ بتختلف حسب بقى قيمه، يعني حسب قيمه الوحده كل وحده ليها جدول. أيوة. لما بيشرفني بيبقى الجدول قدامه واضح وعارف القسط اللي هيدفعه كام. يعني ما بتعاقدش على وحده لما بيكون عارف كل مليم هيدفع على الوحده كام. خطه دفع متكامله. بالظبط كده يا فندم، وكل شكرا. ده واضح في كراسه الشروط. شكرا لحضرتك، طبعا وضحت لنا الصورة الكاملة بالأسعار بإجراءات الحجز والتقديم وكل التفاصيل. مهندس خالد جاد رئيس جهاز المشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.